بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة. دونك الحصة الماضية قمنا بتنزيل التطبيق الخاص بالجوجبرا انطلاقا من الموقع الرسمي. في هذه الحصة سنقوم بتثبيتها للحاسوب. دونك أدعوكم إلى الدخول إلى المتصفح بطبيعة الحال الذي قمتم من خلاله بتحميل تطبيق الجوجبرا. دونك هنا بطبيعة الحال نستعمل جوجل كروم. دونك هنا تلاحظون ثلاث نقاط، دونك يمكننا الضغط عليها. دونك عند الضغط على هذه النقاط تظهر لنا هذه القائمة هنا، دونك تيليشارجمون. دونك عندما نضغط على تيليشارجمون تفتح أمامنا هذه النافذة. دونك هنا لدينا تيليشارجمون، وتلاحظون بأنني يعني آخر تطبيق قمت بتنزيله هو جوجبرا ويندوز إلى آخره. دونك هنا قمنا بتحميل النسخة الخامسة كما ذكرت سابقا. دونك هنا يمكنكم الدخول إلى الملف الذي يستقبل التطبيق، يعني الملف الذي يحتوي على التطبيق بعد تنزيله، ومباشرة يمكنكم الضغط هنا دونك في هذا الرابط هنا. دونك سننتظر قليلا. دونك ستظهر لنا نافذة جديدة من خلالها سنقوم بتتبع المراحل التي ستساعدنا في تنزيل او في تثبيت التطبيق على الحاسوب. دونك يمكننا الضغط على هذه الايقونة هنا اكزيكوتي. دونك بعد الضغط عليها ستظهر لنا نافذة جديدة، ولاحظوا معي سنتتبع هذه المراحل خطوة بخطوة. دونك اولا هنا تلاحظون اختيار اللغة. دونك اللغة الفرنسية، يمكنكم البحث عن اللغة العربية، ربما هنا توجد اللغة العربية. دونك مع الأسف لا توجد اللغة العربية هنا. نعم، دونك سأختار اللغة الفرنسية. دونك اف اسبانيول فرونسي، سأدع اللغة الفرنسية، بعدها أضغط على سويفون. دونك هنا يمكنني أن أقرأ هذه لكن لا داعي لذلك، يكفي الضغط على جاكسبت أقبل ثم سويفون ثم سنقوم بالتنزيل. دونك سننتظر قليلا ريثما يقوم البرنامج من انتهاء بتحميل أو تنزيل جميع الملفات التي سيحتاجها في الاشتغال، وبعدها سنكمل. بعد الانتهاء من هذه المرحلة دونك هنا تيرميني، دونك فان دو لانستالاسيون دو جوجبرا 5. دونك هنا يمكنكم الضغط هنا لونسي جوجبرا 5. دونك بعد الانتهاء من تحميل او تنزيل او تثبيت البرنامج على الحاسوب، هنا سنضغط على فيرمي. دونك سنقوم باغلاق هذه النافذة، وبعد اغلاق هذه النافذة سنحصل على طبيعة الحال التطبيق الخاص بالجوجبرا. دونك هنا لونسي جوجبرا. Donc après avoir fermé cette fenêtre. Donc ça انتظر قليلا ريتما احصل على واجهة التطبيق حتى نقوم بمعاينتها جميعا. لاحظوا معي هنا حصلنا على النافذة الخاصة بالجوجبرا بطبيعة الحال. سأقوم بتكبير هذه النافذة بالضغط مرتين. دونك ضغطت مرتين هنا حتى أحصل على النافذة أكبر حجما بطبيعة الحال. دونك ماذا سنفعل الآن؟ دونك أولا سنقوم بمعاينة هذه الواجهة. دونك الواجهة كما تلاحظون هنا يوجد جزء على اليسار دونك هنا يسمى الجبر، وجزء على اليمين يسمى